شاهدوا بيلي أيليش تسقط عن المسرح أمام المئات، وصور مسربة توثق إصابتها. أحيت النجمة العالمية بيلي أيليش حفلاً ضخماً في ماديسون سكوير جاردن قبل يومين، ورغم أن الحدث كان أكثر من رائع، فإنه شهد سقوطها على الدرج عند نزولها من المسرح. وفي الفيديو يمكن رؤية أيليش وهي تلوح وداعاً للمعجبين بينما تبدأ في النزول على الدرج للخروج من المسرح قبل أن تتعثر وتسقط وتنهض بسرعة. وقدمت المغنية الشابة ألبومها Hit Me Hard and Soft The Tour خلال الحفلات التي أقيمت أيام 16، 17، و18 من أكتوبر تشرين الأول، وبيعت تذاكرها بالكامل. وقدمت أيليش أداء رائعا، لكن إحدى الليالي أسفرت عن إصابة كشفت عنها المغنية فيما بعد بنشر صور ومقطع فيديو يكشف حجمها. في ليلة الاثنين شاركت بيلي أيليش صورة لكدمة كبيرة في ساقها أصيبت بها بعد سقوطها على الدرج أثناء الخروج من المسرح خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعادت المغنية نشر مقطع فيديو من تيك توك على ستوري منصة إنستغرام تكشف لحظة سقوطها من المسرح، وعلقت لكن حرفياً، في إشارة إلى تجسيد عنوان ألبومها على أرض الواقع بعد تعرضها لضربة قوية في ساقها. وكانت العروض الثلاثة هي الأكثر أداء على الإطلاق من أيليش في الساحة في جولة رئيسية واحدة. وإضافة إلى أداء أغاني من ألبومها Hit Me Hard and Soft، غنت أيضا أغاني مثل When the Party's Over و Everything I Wanted، الأغنية الناجحة لعام 2019 والتي فازت بها أيليش بواحدة من 9 جوائز غرامي. وبعد مشاهدة أداء أيليش يوم الأربعاء، أحضرت مادونا ابنتيها التوأم لمشاهدة حفل الخميس ومقابلة المغنية في الكواليس وفقاً لموقع Page 6. وللاحتفال بهذه المناسبة نشرت مادونا منشوراً على إنستغرام يظهر حضورها للحفل، إضافة إلى صورها مع ابنتيها مع نجمة البوب، وعلقت على المنشور قائلة: من الجيد الخروج. كما تضمن المنشور مقاطع فيديو للمغنية الشابة تؤدي في تلك الليلة وبنات مادونا يستمتعن بالعرض مع الجمهور. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.